احنا ما بدنا نتكلم بهكذا، نتكلم عن الوضع المالي بالعراق. وضع المالي بالعراق ما بين المستقر والقلق. استقر انه هنالك اداره رشيده للمياه ومحافظين على الخزين منذ شهرين، ما استفدنا خزين استثمرنا الامطار الموجوده. والقلق مرتبط بطبيعه الاطلاقات المائيه اللي مرتبطه بسياسات الدول المائيه، ومرتبط بموضوع التقيط المداري. من خلال قناتكم الكريمه احب اوضح هاي الحقيقه. فيما يخص السدود التركيه والسدود السوريه، اتصال مباشر منذ الساعه الاولى او الدقائق الاولى معهم قسم التواصل بشكل مباشر وقسم عن طريق السفاره، اكدوا لنا انه لا توجد اضرار جسيمه او مؤشرات لوجود ضرر بالسدود، وبالتالي ما راح تكون هنالك اي اطلاقات مائيه غير متوقعه. هذا جانب. الجانب الاخر، السدود العراقيه يعني ايضا امنه، ايضا ما فيها مشكله، واحنا عندنا برنامج لصيانه وتفتيش السدود بشكل مستمر. شيء اخر مهم جدا، ان العراق عانى السنوات الثلاثه الاخيره اللي هي سنه 2021 سنوات جافه، وايرادات ما كانت مجنيه، والسقيط المطري كان يعني نوعا ما شبه معدوم. يوجد بالعراق فراغ خزني كبير، سواء بالبحيرات اللي مقدمة السدود أو ببحيرة الرصار أو الحبانية أو بحيرات أخرى، فضلاً عن عمود النهر أيضاً في فراغ ومناسيب متدنية. وبالتالي العراق بإمكانه استيعاب أي موجة فيضانية بأمانة وبأمان وسهولة، سواء كانت هذه الموجة الفيضانية مرتبطة بضرر جسيم يصيب السدود التركية حتى لو كان انهيار تام لأحد السدود، أو بسياسات تشغيل مرتبطة يفتح كل المياه السدود، أو بفيضانات مرتبطة بأمطار غزيرة وسيول مؤثرة. اطمئني يعني من خلاص من كلمة أطمئن الجميع أنه لا تجد أي إشكالية لأي إطلاقات قدر يعني على النقيض أو على أكثر من هذا الكلام. إحنا نتمنى أن تجينا إيرادات كبيرة حتى نستفاد منها ونخزنها بمناطق الخزن الموجودة في السدود أو البحيرات. نعم. والله خطوة الوزارة فيها ثلاث جوانب مهمة. الجانب الأول هو يعني تعزيز مشاريع الري الحديثه اللي هي مرتبطه بمشاريع الري المغلق وتقنين استخدام المياه على جانب. الجانب الاخر هو التركيز على موضوع سدود حصاد المياه اللي تكون بالمناطق اللي بها شده امطار وبها يعني غزاره امطار استفاد منها. والجانب الاخر هو يعني صيانه وتامين المنشات الموجوده، سواء مشاريع الاستصلاح مشاريع الري الكبرى او المنشات الخزن. نعم. Thank you.